هنا بقى اللي انت طالبه من الرئيس اللي جاي. كل حضرتك هو في الاول اخر ربنا يعينه على البلد اولا، وعاوزين البلد تمشي وعاوزين الحياه تستقر، كل الناس تشتغل. احنا باذن الله لما ربنا يكرمه ويمسك هنعينه برضك ونبقى ايدينا بايديه، لان ما كناش ايدينا بايديه البلد مش هتمشي مش هتستقر. لازم نحط ايدينا في ايديه في كل حاجه ونصبر، لو لينا طلبات نصبر لما نستقر. المده ديت والمده الجايه باذن الله طلباتنا بتستقر، هتتنفس كلها الصغيره قبل الكبيره. هتنزلوا الانتخابات؟ لا ده اكيد الانتخابات ده نازلين كلنا، انا نازل باولادي بزمايلي بجيراني حبايبي، كل الناس نازله، كل الناس نازله الانتخابات عشان البلد تمشي. مش هنخاف من الارهاب او ايه؟ مفيش خوف. خوف من ايه؟ لو خوفنا ما كناش نزلنا في 30 وما كناش نزلنا في كل ما هو مجرد الراجل ده كلمته عمر بالنسبه لي. السيسي طبعا لا ده راجل معروف، راجل ويكفي انه هيقعد على الكرسي مش طمعان فيه ولا طمعان في اي حاجه. امله في الدنيا ان الحياه تمشي والناس تشتغل. باصص للفقير قبل الغني، باصص صحابات المصانع صحابات المحلات. عرفنا بنفسك وقول لنا انت عايز ايه من الرئيس اللي جاي. انا اسمي نبيل رزق وانا دي ورشة ميكانيكا. احنا عايزين الدنيا تشتغل، عايز اشتغل وعايز الاقي الحاجه رخيصه. اللي جاي مش قد يعني اللي بيجي اقل من اللي احنا بنصرفه، يعني اكتر من اللي احنا بنصرفه. الواحد بيضطر برضه يشتغل برضه مفيش فايده، برضه بيشوف باب رزق تاني مع الشغل برضه مش مكفي. عايزين الدنيا تستقر وعايزين يبقى في امان. انا عندي هنا نقط يجي على 5 بطاريات اتسرقوا من العربيات، السرقه زادت، هنعمل ايه؟ عايزين يجي يبقى في امان، والحكومه برضه في نفس الوقت يبقى عندها رحمه، يعني مش يمسكوا عاطل مع باطل، يبقى في رحمه، يعني مش ده مع ده وبتاع، يبقى في برضه سنه استثنائيه كده هو برضه للشعب، يعني في ناس بتبقى غصب عنها عايزه تشتغل عشان تاكل عيش. طبعا لازم انزل، لازم انزل، لازم ننزل عشان احنا اللي فيه. هو احنا في ناس كتير مش عايزه تنزل عشان نزلوا ويقول لك ما حدش عمل لنا حاجه، الناس زهقت، بس هنعمل ايه تاني؟ لازم ننزل تاني وتالت عشان الدنيا تستقر، عشان برضه اللي عنده عيال زي كده هو برضه يشوفوا. عندك كام عيل؟ عندي 2. دول اللي بيشتغلوا معاك؟ اه ده مسلم. حاج سمير ايه اللي انت عايزه من الرئيس اللي جاي؟ ربنا يعينه مش اكتر من كده، مش عايزين منه حاجه. هو عارف كل حاجه فمش محتاج كلام. ان شاء الله انا كنت هنتخب حمدين بس ما طلع جاهل. ليه طلع جاهل؟ لما جه بيقول ان السيسي بيدي تحيه وهو كان بيعارض مرسي. واحد جاهل بشؤون الدوله يبقى ازاي امسكه رئيس دوله؟ جاهل ما مش فاهم نظام الدوله ايه، ان الصغير بيدي للكبير التحيه. ده قانون جيش، والصغير لو ما اداش الكبير ممكن يحاكمه ويحوله مكتب. فده جاهل بشؤون الدوله، فما ينفعش ننتخبه، فعشان كده هننتخب السيسي. طب عايز اسالك تنزل تشارك في الانتخابات ولا؟ طبعا بامر الله، بامر الله. طب عايز اسالك عن متطلبات، لو ليك اولاد او شباب في البيت شايفهم عايزين ايه من الرئيس اللي جاي؟ يعني اللي هي الطلبات بتاعت الشعب كله، الامن ربنا يكرمنا دي اهم حاجه، وبعد كده كل حاجه هتيجي بامر الله. يعني خلاص زعمته طلعت في 3/7 وما قبل، لما اداهم اسبوع مهله و48 ساعه مهله بقى زعيم من ساعتها، هو لسه هيبقى زعيم؟ ما خلاص هو اعلن زعمته يوم 3/7. تعتدي على اعراضهم
يقتل لنا في قلب هذا العاصي التشاؤم والخوف والقلق. التفاؤل والتشاؤم لا يأتي من جهة بعيدة عنه. ما بعرفش اقول لك انا عارفين ان ربنا ينصره بس نصر عنده بس حالته ربنا ينصره على اعدائه بس هذا اللي بيقول عليه لا اله الا الله سبحانه وتعالى ينصره على اعدائه باذن الله فاستجبنا له والدينا ينفع عنه الناس اللي ينفع عنه الناس الوحش وراها جيش ضخم كثير العدد والعدد هذا اللي احنا عارفينه. انت ليه هتنتخب السيسي طيب؟ ليه هتنتخب السيسي؟ ليه هتنتخبه؟ انا أعتقد أنا بنتخبش حد بس أكتب عشان نظام كويس بس يوقنون بالهلاك أنا هو ربنا ينصره بس إنا لمدركون فقال موسى قال كلا ربنا ينصره على ربي سيدنا سبب تفاؤلك مين؟ ربنا بقى عايزين الرئيس اللي جاي والله عايزين ناخد حقنا في التعليم وحاجات كتير قوي اتعلمنا ما توظفناش نخش اي مستشفى حكوميه بناخدش حقوقنا كمواطنين مصريين ما مش شايفين اي حاجه خالص في مصر خالص بصراحه ربنا يعني الناس في الشارع كتيره الناس تعبانه الناس بتشكي من كل حاجه في الظروف الماديه الاقتصاديه المستشفيات اخر 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 وساخه في المستشفيات حالات رهيبه في رغيف العيش